تعرف على تفسير الآية الكريمة التي تقول: وهم يصطرخون فيها. يضع قوله تعالى: وهم يصطرخون فيها القارئ أمام مشهد من مشاهد العذاب الذي يكون لأهل النار يوم القيامة. فالآية الكريمة تتضمن مشهدا حركيا يمتلئ قلقا وصراخا واضطرابا وعدم استقرار، وهذا ما دلت عليه كلمة يصطرخون، فنقلت صورة متكاملة وواضحة عن اضطراب الأجواء التي يعيشها أهل النار، فجاءت هذه الكلمة بدلالتها الصوتية لتعبر عن المشهد بوضوح، حيث إن دلالتها الصوتية تختلف عن كلمة يصرخون. إن معنى آية يصطرخون فيها أي أن هؤلاء الكفار يصرخون من شدة العذاب في نار جهنم مستغيثين: ربنا أخرجنا من نار جهنم وردنا إلى الدنيا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمله في حياتنا الدنيا، فنؤمن بدل الكفر. فيقول لهم: أولم نمهلكم في الحياة قدرا وافيا من العمر يتعظ فيه من اتعظ، وجاءكم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تتذكروا ولم تتعظوا، فذوقوا عذاب جهنم، فليس للكافرين من ناصر ينصرهم من عذاب الله. وأشارت الآية إلى استغاثة أهل النار عن طريق الاصطراخ، وهو افتعال من الصراخ، ويستخدم كثيرا في الاستغاثة لجهد المستغيث صوته وإرهاقه في طلبه لربه بأن يخرجه من نار جهنم ليرجع للحياة الدنيا ويعمل صالحا غير الذي كان يعمله في الحياة الدنيا.